هذا وقد حاول التلفزيون النهار التقرب من المدير العام للصناعات والإلكترونيك أوني لأخذ انطباعه حول انشغالات المحتجين لأنه تعذر ذلك. أقدم صباح اليوم العديد من عمال ميناء مستغانم على غلق مقر المؤسسة المتواجدة بمنطقة سالاماندر مطالبين برحيل مديرها مع فتح تحقيق حول قضايا الفساد التي تفاقمت على مستوى الميناء منذ حلول الإدارة الحالية حسبهم، حيث رفعوا من خلالها العديد من المطالب على رأسها التهميش الذي يطالهم وقرارات التوقيف التعسفي مع حرمانهم من المنح والزيادة القانونية في الأجور المتمثلة في 20%. ميكروفون أنيس بن حلا. تجاوز الخطوط الحمراء، تخلف الخطوط الحمراء، وإحنا كعمال نطالب، نحن كعمال نطالب بتنحية هذا المدير العام ومحاسبته. من نهار اللي قضب اليوم هم طرد تقريبا، تنجم تقول كاين الناس اللي حد الآن ما زالوا مطرودين من النقابة. ناس كانوا بعقود عمل سيدي طردهم وردهم سيدي. هذا مدير فاسد إداريا وأخلاقيا، عندنا ملفات فساد عليه اللي دخلوه للسجن. احنا راكم تقولوا نحاربوا في الفساد، رانا نحاربوا في الفساد على مستوى مؤسسه. كنت نشوف كاع الصوالح اللي خص كاع الصوالح اللي شارجي تو كاع، كي هدرت رحت مع عند البي دي جي قلت له انا بغيت نهضر معك كوتي خدمه، هذا الدي اف سي راهي خسر في الكونطابيليتي وراهي يدير لي شارج ولا بلي باغ تاع درهم لهم يروحوا لكازورو، جو بريفير احنا نستثمرهم خير من اللي يروحوا لكازورو. قال لي بي دي جي، قال لي بلي ديري رسالة احتضار للصبان بيسكو ضريتيه في المشاعر تاعه، ودرت رسالة احتضار وقال لي اونكا وما ديريش رسالة احتضار، عندك ملحد راكي متوقفة عن العمل. درت رسالة احتضار وما